نعم. يا شيخ عفى الله عنك، ذكر البخاري في كتاب يوم الجمعة حديث قال عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة ونحن حوله، فهل يدل ذلك على مشروعية التحول أو الالتفات إلى الإمام حتى لو كان في طرف الصف؟ لا، هذا معنى ونحن حوله، يعني أننا نحرص على أن نكون قريبين منه، وليس المعنى أنهم يتحوطون عليه أو يستديرون عليه. إنما فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخطب ويحرصون على أن يأتوا قريبين منه، وإلا فهو يخطب الناس وهم على صفوفهم. بل وردت حديث ورد يدل على النهي عن التحلق يوم الجمعة لما في ذلك من التضييق على المصلين في المسجد، وفيها أيضا ما توهمته من أن المراد أنهم يتحوطون حوله ويتحلقون. نعم. حتى لو كان الالتفات بالرأس. إيش؟ حتى لو كان الالتفات بالرأس. لا، الالتفات بالرأس لا بأس، يعني أن ينظر الإنسان إلى الخطيب حال الخطبة هذا لا بأس به، بل هذا طيب، لأنه يشد انتباه الإنسان أكثر. وقد روي عن الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا خطب استقبلوه بوجوههم. نعم.